دوريات لحماية الحدود والحفاظ على أمن البلاد عمل لم يتوقف الجيش عن تنفيذه، حيث سيرت الكتيبة 162 التابعة للقيادة العامة دورية أمنية على الشريط الحدودي لمعبر إيسن الحدودي وقرية بيبة الملاصقة للحدود مع دولة الجزائر الشقيقة. وأوضح أمراء الدوريات العسكرية أن الوحدات مستمرة في تسيير الدوريات، وذلك بعد ورود بلاغات من قبل السكان بحدوث مضايقات للرعاة من قبل حرس الحدود الجزائري داخل الأراضي الليبية. بعد ما وردت إلينا معلومات أو بعد الشكاوي من سكان هذه المنطقة، منطقة سيّن، قامت الكتيبة بدفع بدورية إلى الشريط الحدودي في اتجاه يسين ما في اتجاه يسين نقطة سطع تبيبيت. وردت لنا بعض الشكاوي من السكان بأن قوات حرس الحدود الجزائرية تقوم بمضايقة السكان والرعاة في هذا الوادي، وهذه النقطة الفاصلة في الشريط الحدودي تعتبر نقطة متنازع عليها. قامت الدورية بدفع مجموعة من آليات هذه النقطة للتفقد والاستكشاف، إلى حين وصلنا إلى هذا المكان وتلاقينا بأحد سكان هذه المنطقة. وتأتي هذه الدوريات في إطار الرفع من المستوى الأمني وحماية الحدود والأراضي الليبية، والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه المساس بالتراب الليبي.